Twist.io. About the colors lighten up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na. I got a good feeling. Na 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 na. I got a good feeling. Music license. السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. معكم بدر، رجعنا لكم مقطع جديد. حاليا يا جماعة الخير أنا في الدوحة، عندي بطولة ITF Juniors J4. اليوم راح تكون أول مباراة إن شاء الله، راح تكون توقيت قطر راح تكون الساعة 5، which is my first match for qualifying draw. فبإذن الله تكون أول فوز بإذن الله. طبعا زي ما وريتكم في بداية المقطع، الغرفة صراحة مرتبة. شوفوا يا جماعة هنا الفيو، إن شاء الله أحاول أصور لكم مباراتي الأولى اللي حتكون اليوم وبس. خلاص ما أطول عليكم، يلا خلينا على طول على المقطع. طيب يا جماعة، بعد ما عملنا good warm up، فحاليا I'm waiting for my match. وزي ما قلت لكم هتبدا at 5 o'clock وان شاء الله هقدر اصور لكم باذن الله. Artlist.io. Music licensing reimagined. List.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Alright، اليوم يوم الثاني، الحمد لله أمس ما شفته، الحمد لله فزت المباراة. إن شاء الله اليوم برضو نفس الوقت الساعة 5 إن شاء الله راح ألعب معي last match في qualifying draw بإذن الله تكون فوز بإذن الله. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Checklist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Yes. Let's go, let's go. ايوه شيخ. طيب يا جماعة، اليوم يوم الثالث، طبعا حيكون اليوم اول يوم للمين درو ان شاء الله. يعني طبعا زي ما انتم شفتوا في الماتش الاخير، الحمد لله قدرت اني ارجع في المباراة، فان شاء الله اليوم باذن الله راح يكون عندي تف ماتش. وطبعا اكيد يعني كل المباراة حتكون تف فور مي، بس ان شاء الله باذن الله الماتش هذا اعديه ان شاء الله باذن الله. طيب يا جماعة، انتهت البطولة خيرها وشرها. للأسف خسرت الفيرست ماتش في المين درو، بس الحمد لله يعني أديت اللي عليا، بس هو لعب أحسن فهي ديزيرفد تو وين. الواحد أكيد دائما يحاول يتعلم من أخطائه في المباريات، فبإذن الله بإذن الله الاي تي اف اللي جاي الاحتمال يكون في البحرين، بإذن الله أنا أعوض فيه بإذن الله. في السنجل والدبلز، رغم إنه خسرت فيرست راوند ولعب دبلز with my friend سيرجي، بس honestly we played really well. هما صراحة both opponents, my singles opponent و our doubles opponent بصراحة كانوا مرة كويسين، ف they both deserve the win. وبالعكس هذا درس لي وخبرة أتعلمها، وإن شاء الله يعني بإذن الله يعني البحرين بإذن الله أقدم مستوى أحسن بإذن الله. وبس يا جماعة، كده نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أنكم بسطتوا. إن شاء الله بإذن الله المقطع الجاي راح يكون ITF في البحرين. وبس لا تنسوا اللايك واشتركوا إذا ما كنتم مشتركين. أشوفكم على خير، في أمان الله.